مشاهدينا الأكارم، نتواصل وإياكم ونشكر الزميل كرار بوسني على هذه المعلومات حول أحوال الطقس والمناخ. ووصلنا إلى فقرة جدا مهمة اللي هي مسألة الابتهالات. في هذه الفقرة بالتحديد راح نأخذ موضوع جدا مهمة اللي هي الإسراء والمعراج، اللي حقيقة هذه المعجزة اللي اختص بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ترد على أي بشر أو نبي سوى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار كان في فترة وفي عام الحزن الذي كان فيه الكثير من الصعاب اللي تسللت حقيقة، بدأت بوفاة أبو طالب وكذلك خديجة الكبرى اللي كانوا إلى السند. فكان حقيقة هذا العام صعب جدا، فجاءت هذه المعجزة للتخفيف وبها حكم إلهية. خلينا نتعرف على أهمية هذه المعجزة اللي اختص بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مع الباحث الإسلامي الشيخ هادي الشيباني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بسم فضيلة الله الشيخ. الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأيامكم إن شاء الله بشهر رمضان وبولادة الإمام الحسن عليه السلام مثل هذه الأيام التي تمر علينا. أحسنتم أحسنتم. حقيقة شيخنا، اليوم نتحدث عن هذه المعجزة اللي اختص بها النبي الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام اللي هي الإسراء والمعراج. خلينا نتعرف على الحكم الإلهية لهذه المعجزة. هناك حكمة إلهية من مسألة الإسراء والمعراج التي خص الله سبحانه وتعالى بها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، وجعل هذه الخصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه، ولم يختص أحد من الأنبياء من قبله ولا أحد من البشر سوى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، مهما بلغ من القرب من الله سبحانه وتعالى وبلغ بالدرجات العلى وترك بالدرجة إلا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، خصه الله سبحانه وتعالى بتلك الخصيصة، وهي من مختصات النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحكمة أو وجه الحكمة من الإسراء والمعراج، عندما تعالت الهموم والأحزان على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله بفقد السيدة خديجة رضوان الله عليها، وبفقد عمه الحامي والمدافع والكفيل عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله وعن بيضة الإسلام وعن تعاليم السماء، وذلك الكهف الحصين الذي كان يدافع عن النبي ويأوي النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وتلك اليد الرحمة التي كانت تمسح على جميل النبي صلوات الله عليه وتمسح على قلبه وترفع الهموم، هذا الجانب الأول. والجانب الأهم، الأبواب عندما تغلق بوجه الإنسان مهما كانت رتبته هذا الإنسان، سواء كان نبي أو كان إنسان عادي أو كان أي شخص في هذه الدنيا، عندما لم يتقبل أهل الأرض تلك التعاليم من ذلك الإنسان المرشد أو الإنسان الذي يريد أن يبلغ رسالات الله جل وعلا، أو الإنسان الذي يريد أن يخرج الناس من الظلمات أو أي هادي من الهدات في الدنيا، عندما تغلق أبواب البشر بوجه الله سبحانه وتعالى تبقى قاعدة اللطف الإلهي مفتوحة. إذا غلقت الأبواب في الأرض فتبقى الأبواب في السماء مفتحة. هذا الوجه، الوجه الأهم، بأنه هو اللقاء مع الحبيب. الإنسان ينتظر ذلك أو تلك اللحظات التي يلتقي بها مع حبيبه، فكان شوق من النبي صلى الله عليه جل وعلا، وكان هناك تكريم من قبل الله هنا بأن هذه النقطة شوق من النبي صلى الله عليه للقاء الله سبحانه وتعالى، وكان هناك بأن تكريم من الله سبحانه وتعالى لذلك الذي ضحى وأوذي. ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وما أعطى نبي مثل عطاء النبي صلوات الله عليه. 124 ألف نبي لم يعطوا ذلك العطاء الذي بذله النبي صلوات الله عليه في بدنه وفي روحه وفي عقله وفي وجوده وفي اسمه وفي شخصه وفي كراماته المقدسة. أحسنتم أحسنتم. طيب، في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى، ما الذي تذكر يعني في هذا الموضوع تفاسير الشيعة، وما هو القرب الذي ناله الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله دون الأنبياء؟ نعم، بأن ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، بأن الدنو من النبي صلى الله عليه وعلى آله، الله سبحانه وتعالى
أراد خيرا بالنبي صلوات الله عليه، وأراد أن يوصل بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله إلى مقام الدنوب بمعنى القرب من الله سبحانه وتعالى، أراد أن يعطي للنبي صلوات الله عليه مقام لم يعطي لأحد من قبله، لا إبراهيم ولا عيسى ولا موسى صلوات الله عليهم أجمعين. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يري النبي صلوات الله عليه وعلى آله بهذا القرب، أن يري آيات عليا وآيات سفلى، أن يري الله سبحانه وتعالى للنبي ملكوت السماوات، وأن يري بأن ملكوت الأرض. فأراد الله سبحانه وتعالى بذلك الدنو أن يري النبي صلوات الله عليه وعلى آله تلك الآيات الكبرى التي لم يعطي هذه الخاصية لأحد من الأنبياء إلا اختص بها النبي صلوات الله عليه وعلى آله. أحسنتم. نعم. طيب شيخنا، خلينا نتحدث عن الخصيصة اللي تميزت فيها هذه يعني الحادثة والمعجزة اللي هي مسألة الإسراء والمعراج. خلينا نتحدث عن الأهوال اللي شاهدها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت بها الكثير من العذاب، يعني على العقوبات اللي كان يرتكبها البعض، كأنه بها صورة أكثر للتخويف والتهويل. شلون نقدر نستثمرها باختصار حتى نوجه رسالة إلى أنه رحمة الله سبحانه وتعالى هي أعظم مما يعني صور العذاب اللي سردها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ الله سبحانه وتعالى بالبداية لابد أن نقدم شيء، نقدم رحمة الله سبحانه وتعالى. الله كتب على نفسه الرحمة، ووردت الروايات بأن رحمة الله جل وعلا ما يتعامل بها مع الوجود وخلق الوجود، ومن الله سبحانه وتعالى على البشرية بالأنبياء، وأعطى الله سبحانه وتعالى فرصة الحياة. اليوم الله سبحانه وتعالى أعطانا فرصة الوقت، لابد أن نستثمر هذا الوقت. اليوم الغاية من الوجود أو الغاية من الحياة الإنسان لكي يتكامل. الله سبحانه وتعالى نعم وضع قاعدة الترغيب والترهيب، العقاب والثواب، والله سبحانه وتعالى، ولكن قبل هذا قال الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وكتب على نفسه الرحمة. وورد في الروايات إن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع البشر ومع الوجود بجزء، جعل الرحمة 100 درجة ويتعامل بجزء واحد بدرجة واحدة. الآن اليوم نرى هذه الآيات الكبرى، ونرى الله سبحانه وتعالى كيف أنعم علينا بمليارات النعم، ولكن هي كلها ما تصل إلى درجة واحدة من رحمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما أعطانا هذا العمر وأعطانا هذا الحياة، ومن علينا بالأنبياء ومن علينا بأهل البيت الهداة، أراد أن يعطينا فرصة فرصة التكامل. أحسنتم. أن نرتقي وأن نعرض بأرواحنا وبأنفسنا. أحسنتم فضيلة الشيخ هادي الشيباني، شكرا جزيلا لكم. يعني استثمرنا حديثكم هذا واستشفينا منه أن الله سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه، وإن شاء الله نتأمل في هذا الجانب بالتحديد وفي هذا اليوم وهذه المناسبة ذكرى الإسراء والمعراج حيث أسري النبي صلى الله عليه وآله. شكرا جزيلا لكم ولانضمامكم معنا عبر الاتصال. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، شكرا لوجودكم معنا.